بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من قناة حسن فراج، وزي ما انتم شايفين من الاستوديو بتاع القناة. وموضوع حلقتنا اليوم، قبل ما نبتدي الحلقة يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، وجنب الاسم تدوس كلمة اشتراك، ادعمونا بقى. وقبل ما نعمل حاجة للفيديو ده، في موضوع شغل الناس وبالذات الاطفال، موضوع طيارات الورق شغل الناس كلها، والاطفال بتطلع من الدور الثاني والثالث بيطيروا طيارات الورق ده، وينضم عبر سكايب الحاج محمود. السلام عليكم يا حاج محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت انضميت لنا عبر سكايب، ممكن نسالك سؤال؟ اتفضل. الوقت احنا موضوع حلقتنا، احنا من قناه حسن فراج الاول. شرفنا بيك. وموضوع حلقتنا اليوم على الطيارات الورق، عندكم حد في البلد بيطير طيارات ورق؟ العيال الشباب دي اللي طالعه دي كلها عيال فاضيه. الواد قال يطير لي، قال الطياره من فوق. ده لسه ابني انا، الدول ابن اخويا كان هيقع من الدور الثالث عشان الطيارات دي والبتاع. اما يطير طيارات ورق برضه؟ انا ابني ما يطيرهاش ابدا. ابنك ما يطيرهاش ابدا؟ ده انا موت اكسر حلك اللي جاب. يعني ما قالكش في مره يا بابا هات نعمل طياره؟ ابدا ولا يحصل. ما حصلش ابدا يعني؟ لا يمكن يحصل. ما يحصلش ابدا. يعني ما حصلش جبت له طياره و... ابدا. انا سمعت ناس كده بتقع من الدور الثالث والرابع، وفي واحد وقع من العوار. انا وقع من الدور الثالث، وجنبينا هنا في القريه الواد ابن مش عارف ابن مين كده، ابن وهدان، واقع ده برضه، واقع من الدور الثالث رحمان، مات على طول. طب تنصح الناس بيه يا حاج محمود؟ والله انا اقول لاولياء الامور بلاش الطيارات والكلام الفاضي ده، اشوفكم مصلحه. طب تنصح اولياء الامور بيه يعني؟ بلاش الطيارات دي خالص. مش ولا الطيارات ده بتاع، يشوف العالي زي ابني انا كده اللي ساب النعيات على الربيع. ابني انا اللي ساب النعيات. يا حاج محمود، ما انت ابنك تعبان معاك في باين عليه في الزرعه اهو. طب ما انا مشغل، امال اسيبه يطير طيارات؟ طب ممكن يا حاج محمود توجه الكاميرا ناحيه ابنك؟ اتفضل. انا شايفه زي ما بيقول بيرعى النعيات بتوعكم في الزرعه يعني. بيرعاهم. تعبان معاك برضه يا حاج محمود؟ امال اسيبه يطير طيارات؟ احنا بتوع الكلام الفاضي ده. تعبان معاك يعني؟ ورا السادة المشاهدين ممكن نوجه الكاميرا ليه؟ اتفضل. شايفه انا باين عليه تعبان. بص على طول يعني بيلف حوالين روحه برضه، ما سيبوش انا كده. بص منين ما وجهه يمشي. لا باين عليه متبعك فعلا، باين عليه متبعك فعلا. بس انت باين بتوعده بحاجه، هجيب لك عجله، هجيب لك كوره، هجيب لك اي حاجه يلعب بيها يعني. مصاصه يعني الحاجات دي. بيلك تعبان معاك يعني؟ من عند المستر احمد. هو باين جاي عليك في الكاميرا يا حاج محمود. يا كابا ايه ده، انت لسه كنت معايا؟ عايز طياره. طيرت انت لسه؟ ما اقول ما حد. انت مش قلت لي انك طياره؟ طيرت يا دي. ايه يا حاج محمود ده، طيرت ايه يا حاج محمود؟ لا جبال. لا مش طياره، اما اقول خياره. خياره فكر اقول طياره. لا طيار يا هو اسم ابنك ايه طب يا حاج محمود؟ احمد. اسمه احمد يا احمد. ابوك وعدك بيه يا احمد؟ طياره يا عم. من لما تطير فوق البيوت دي؟ ايوه يلا طياره. فاصل وانا اعود. طيب مع الحاج محمود، ولسه مكملين معاكم عبر سكايب الحاج محمود، وباين عليه برضه رضا ابنه بكلمتين برضه. يا حاج محمود انا معاك، اتفضل. ايه ابنك كان عاوز سياره ولا عاوز ايه بالظبط؟ سياره، وما اجيب له جلاتي من عند المستر احمد. طب كده يعني ممكن ابنك يتكلم كلمتين طيب بدلك؟ اتفضل اتكلم يا ابني. ايه كان ابوك عاوز يديك ايه يا احمد؟ لا يا عم ده كان بيقول لي اجيب لك خياره. خياره؟ لا ايوه خياره. ده ابويا مش حارمني من حاجه. هو باين عليه ابوك ايده ثقيله يا احمد قوي. لا عم اجيب لي جيت من المستر احمد. طب حكايه الطياره اللي انت جيت في الاول وقلت عليها يا احمد؟ لا ده ما كانتش طياره، لما اقول هات لي خياره. خياره؟ ايوه. باين عليه رضاك يا احمد. ايوه. محمود يا حاج جمال. ليه يا عم جمال؟ حاج محمود انت عامل ايه على الهوا ياك؟ عبر سكايب. يا حاج محمود في واحد انضم ليك ولا ايه؟ يا عم جمال جنبينا هنا. طب
طب ممكن الكاميرا بس نوجهها لعم جمال ونساله سؤال؟ اتفضل يا عم. ازيك يا حاج جمال؟ احنا من قناه حسن فراج وبنوعي الناس على الطيارات الورق، ممكن بس تقول لنا حاجه تفيد الناس؟ اقول للابهات والامهات ما تعلموش عيالكم لعب الفاضي. العن يقول واحد مصلحه يجيب ورقه ويعمل طياره في الشارع. تمام تمام. في الجو وطيرها. طبعا ما يبقيش مصلحه ليه مع ابوه. تمام تمام. راح يوكل النعجات، يوكل الماضي جاموسه بقره، هذا عايز يشبه النهار كله يجي بطيارات. اللي هو ابن الحاج محمود. اي وكل يوم يعمل مشاكل مع بعض. ده ابن الحاج محمود ده؟ اه. طب ده لسه جاي للوقت. يا عم لا طيارات ايه؟ طيارات احنا عاوزين نمنع طيارات لما تعملها. يا عم جمال طيارات ايه بلا طيارات؟ انا مش همنطق. طب هو يقوم يشوف الغايه السعايه اللي سايبه دي وجاي يقعد معانا. عاوز ايه؟ الطياره اللي بالطياره. انت مش مطير وجيت خدت الواجب نيوان وقلت اعمل لك طياره؟ لا يا عم ده انا ابويا ما شاري زجاج المر. ابوك؟ ما ابوك اهو. لا يا عم انت هتدقوا في بعض ولا ايه؟ لا يا عم لا يا عم ايه يا حاج جمال ده يا حاج جمال؟ خلاص 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 يا عم بس خلاص. ايه يا حاج جمال ده يا حاج جمال؟ ما تطيرش تاني يا احمد ولا تعمل طيران. حاضر عم وارجو من الابهات يخلي بالهم من العيال. ده الراجل اللي مؤاخذه جاي لاطف الظهريه ويسيب العيال يطلع فوق ويقع من فوق السطح عشان طياره ولا عشان بتاع، لا احد يخلي باله. ومن هنا من والشارع من استوديو القناه بنوجه صوتنا لصوت الحاج جمال. من صوتنا احنا لصوت الحاج جمال وبنقول لهم يا ريت ما حدش يتبع عياله يعمل طيارات الورق دي تاني. خلي بالكم من اولادكم بقى شويه. من الاستوديو هنا بنضم صوتنا لصوت الحاج جمال والحاج محمود اللي ماسك ابنه طحنه، وبنقول لهم يا ريت اولياء الامور تخلي بالهم من اولادكم، ويا ريت زي بعض تخلي بالكم من اولادكم عشان بيطلعوا على السطح ويطيروا طيارات الورق دي، ويا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتيجي عند الاسم وتعمل اشتراك. ادعمونا بقى شويه، ادعمونا حرام عليكم.